راضي نصراوي، في مواضيع الأرقام، هل عندنا أرقام على عمليات ولا حالات الاغتصاب؟ أنت قلت لي فما مشكلة لإنسان ما يمشي يشكي، ولكن هل جوستومون هل عندنا تقديرات لعمليات الاغتصاب هذه، وخاصة اللي تخص أعوان الأمن إذا كان فما حالات أخرى، وخاصة أنه الظاهرة زادة تقول لي ما تهمش كان النساء. ما تهمش كان النساء. الحقيقة اعترضتنا عدة حالات لاغتصاب رجال، وهذا يصير خاصة معناها اللي نعرفوه في القضايا السياسية أساسا، ولكن حتى في القضايا الحقلة يعني نقولوا سابقا ولا في النظام السابق، والله سابقا ولا حتى توا، معناها يعني وصلتنا منذ يومين أو ثلاثة حالة متاع اغتصاب رجل في قفصة، في مركز للأمن في قفصة، ووالدته هي اللي اتصلت بنا وباش نحاولوا نقفوا معاه باللي نجموا، لكن اللي نقوله منذ الآن أنه ما فماش معناها نشعر وأنه ما فماش جدية في التحقيق، لأنه صارت تقدم بشكوى الضحية هذية، ولكن حسب ما تقول والدته ما تحركتش الشكوى، معناها ما تحركتش بسرعة، معناها كما نشوفوا توا في قضية الضحية هذية في تونس، يلزم نقولوا لي فما أسرع وفما الإيقاف، كذلك إيقاف الأعوان اللي هو حاجة مهمة ياسر، لأنها باش تخلي أعوان أخرين يفكروا قبل ما يقوموا بالاغتصاب. في موضوع الأرقام، هل عندنا تقديرات؟ لا، الحقيقة ما عندناش أرقام في الوقت الحاضر. اللي نجم نقوله أنه عدة حالات تصير، الناس ما يشكيوش، احنا كمنظمة أول مرة جاتنا حالة البنت هذية، لكن باش تكون لنا فرصة باش نتعمقوا في الموضوع هذايا ونبحثوا أكثر حتى نوصلوا نعرفوا على الأقل فماشي أرقام ولو أولية. في البلاغ اللي اصدر البارح على عدد من المنظمات والجمعيات ومنظمتك منهم راضية النصراوي، اصدر ولت البارح، تكتبوا تتسائلوا على جدية الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من العنف المسلط على النساء، ومدى استيعاب الخطة هذه من طرف جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني. يعني هي أصلا راضية النصراوي على شنو تنص الخطة؟ فما خطة لمجابهة العنف، على شنو تنص؟ ما تعرف تونس مصادقة على اتفاقية ما يسمى بالسيدا، ومعناها عدم التمييز بالنسبة للنساء. والعنف هو من أهم المآسي اللي تعاني منها المرأة، ولذا معناها حكومتنا 47% من سيفي تونس تقريبا يتعرضوا للعنف، معناها ظاهرة موجودة بشكل كبير ياسر.